إذا بدك قناعتنا قناعتنا نحن اليوم هذا الحراك كله لن يؤدي إلى نتيجة. هنالك قرار اليوم اتخذ بلبنان بمعزل عن المؤسسات الرسمية اللي هو قرار الحرب في جنوب لبنان. هنالك حزب أخذ قرار الحرب ضد إسرائيل دعما لغزة تحت مسميات شو ما بدنا نسمي، إنما عندنا حالة حرب موجودة اليوم بجنوب لبنان. الدولة اللبنانية الرسمية لا علاقة لها بها أطلاقا. بذات الوقت هذه الحرب ستؤدي قريبا جدا في المدى البعيد شوي إلى مفاوضات معينة. يعني عم نشوف مباشرة صور خاصة لنا من الجليل اللي عم تحترق إثر غارات أو استهداف قامت فيه المقاومة، وعم نشوف الحرائق اللي موجودة بمنطقة الجليل. تفضل. ففي طاولة مفاوضات بدها تحصل بالمنطقة كلها حول الحرب الدائرة. اليوم إذا هالمفاوضات بدها تحصل بده يصير في مفاوضات مع لبنان، لأنه لبنان معني بطبيعة الحال. معنا رئيس جمهورية، مين عادة اللي بيدير المفاوضات؟ أساسا المفاوضات بتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كلها محصورة بشخص صلاحية رئيس الجمهورية. اليوم اللي أخذ قرار الحرب وسلمه ما سأل عن الجمهورية ولا سأل عن رئيسة الجمهورية. هل فرقة معه اليوم أنه يكون في رئيس جمهورية بكرة يقعد على طاولة مفاوضات إقليمية أو دولية ويمكن يأخذ مواقف لا تنسجم مع قرارات الحزب اللي أخذ قرار الحرب؟ أكيد لا. من هيدا المنطلق أنا بقدر أقول قبل ما تنحصر العملية اللي حاصلة بالشرق الأوسط وتحديدا الحرب الحاصلة بغزة وبلبنان وإلى نهاية معينة ما راح يسهلوا. يعني وكأنه عم بتقول استاذين انه حزب الله سيكون حريص انه رئيس الجمهورية اللي بده يجي ليفاوض بمرحلة المقبلة بده يكون مأمن له على الأقل. انا اذا بدك هيدا اللي اذا بدك روح ابعد من حزب الله انه نحن بدنا رئيس الجمهورية لا يطعن المقاومة. روح ابعد من هون بكثير، جابوا رئيس جمهورية لمدة 6 سنين، شو عملوا؟ خرب البلد، نهارت مؤسساته، كانوا هن اللي حاكمين البلد ما حدا غيرهم، راحت مؤسساته، نهارت العملة، نهارت العملة، أساس تراكمات صرنا دولة، أي صرنا دولة مارقة، ما احترمنا التزاماتنا مع المؤسسات المالية الدولية لما أخذوا قرار بعدم دفع اليورو بوند، خربوا بيوت الناس، راحت إيداعات الناس كلها واليوم قايمة لقيامة، وبياكلوا لهم كل يوم شوي منهم ب 10,000 وب 15,000 وهلا عم يحكوا ب 25,000 و 30,000، كلهم هيدا هير كات على حساب مين؟ على حساب الناس، إلى إنه آخر شيء راحوا مضيوا موضوع الكريش ترسيم البحري والترسيم البحري وتنازلوا عن مئات الكيلومترات بهيدا الموضوع وما أخذنا ولا أي نتيجة لحد اليوم. اليوم إذا بدك ترجعي تعيدي هذه الكرة وتجيبي زيت الرئيس اللي ينتمي إلى زيت الخط اللي كان قبل، لوين بعد بدنا نوصل؟ قديش بعد عندنا درك نزول إنه نقدر نتحمل وننزل؟ هيدا من ناحية. من ناحية تانية إذا اليوم بيجيبوا رئيس جمهورية مين ما إجا شخص الرئيس، مش ممكن هذا الرئيس إنه يقدر يكون متماهي 100% مع خط بالمفاوضات، مش ممكن. بده يكون عنده شخصيته، بده يكون عنده علاقاته اتصالاته، وهذا الشيء بس على الأقل وهذا الشيء قد يؤثر بيحمل مقاومة، وهذا الشيء قد يؤثر على اللي هن الخط اللي هن راسمينه. من هيك ليش يخاطروا اليوم ويجيبوا رئيس بالوقت يلي رح يكونوا هن على طاولة المفاوضات وهن رح يحطوا الشروط اللي بدهم اياها. وسمعنا من مدي احد الاشخاص كان عم يعمل خطاب جماهيري بيقول انه اليوم السيد نصر الله حط حدود للمفاوضات ورسم هذه الحدود. شو يعني؟ معناتها انه فاتوا بتنال اسمه المفاوضات، هلا ايمتى بنطلع منه؟ ما بنعرف. ولا شو بده يكون بلشت يعني لما يجي هوكستين ويحكي مع الرئيس بري، فاذا لشو بده يجيبه؟ ليه بده يجيبه رئيس؟ بس كمان هوكستين عم يجي يحكي مع مين قلتي؟ مع الرئيس بري. مع الرئيس بري، والرئيس بري اليوم بأي خط؟
صحيح، هو صلة الوصل بين الأمريكا مع حزب الله تحديدا يعني. طيب بس سيد نصر الله كمان قال أنه لو كان فعلا نحن رابطين مسار الحرب بغزة بموضوع رئاسة الجمهورية، ليه ما انتخبنا رئيس قبل 7 أكتوبر؟ هيدا أكبر دليل أنه المشكلة مش بس الحرب. اليوم فينا نقول الكلام اللي بدنا إياه، ولكن الواقع يختلف عن الكلام. الواقع أنه ما بدون رئيس، وهي صار إلا لحد اليوم سنة ومين تشهر تقريبا، صار لنا سنة على قد بلا جلسات، ايه ما بدون رئيس، حتى مش سامي فرنجية. انا بقناعتي الذاتية ما بدون اليوم سليمان فرنجية رئيس للجمهورية. يعني مين ممكن يتطمنوا له اكتر من مين بده يتطمنوا له؟ ما بنعرف، ما بدون يتطمنوا، ما بدون يخاطروا، بدون يضلوا المفاوضات. قبل ما تتم المفاوضات وتحصل الاتفاقات لن يسهلوا رئيس للجمهورية.